آسف، لقد فاتني بريدك الإلكتروني، كنت على متن طائرة. هذا الرد لن يكون صالحاً في السنوات المقبلة، فقد أصبحت شبكة الواي فاي أثناء الرحلات الجوية أسرع وأرخص من ذي قبل، والعديد من شركات الطيران الرائدة أصبحت بعض طائراتها تتيح لعملائها الاتصال بالإنترنت وهم في رحلتهم الجوية. ولكن كيف تعمل شبكة الواي فاي على الطائرات في هذا الارتفاع الشاهق؟ لتبسيط الأمر، هناك طريقتان لإرسال إشارة الإنترنت للوصول إلى جهازك على ارتفاع 35,000 قدم. الطريقة الأولى هو عبر أبراج النطاق العرضية المتنقلة الأرضية، والتي ترسل إشارات تصل إلى هوائيات الطائرة. أثناء سفرك تتصل الطائرة تلقائياً بإشارات من أقرب برج، لذلك هناك من الناحية النظرية على الأقل لا يوجد أي توقف في التصفح. ولكن إذا كنت تمر فوق مساحات كبيرة من المياه أو على وجه الخصوص التضاريس الوعرة، فقد يكون هناك مشكلة في الاتصال. الطريقة الثانية تستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية، حيث ترتبط الطائرة بالأقمار الصناعية في المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض، أي على ارتفاع 35,786 كيلومترا فوق الأرض، والتي ترسل وتستقبل الإشارات إلى الأرض عبر أجهزة الاستقبال وأجهزة الإرسال. هذه هي نفس الأقمار الصناعية التي تستخدم في الإشارات التلفزيونية والتنبؤ بالأحوال الجوية والعمليات العسكرية السرية. يتم تركيب طبق الاستقبال فوق سقف الطائرة، ويتم في العادة تركيب جهاز الراوتر لنشر إشارة الوايرلس بكل أنحاء الطائرة فوق النوافذ بشكل مخفي. في كلتا الحالتين السابقتين لدى الولايات المتحدة بنية تحتية أكثر تطوراً من أي مكان آخر في العالم، لذلك فإن شركات الطيران الأمريكية لديها عرض واي فاي أفضل وأرخص من تلك الموجودة في أوروبا مثلاً. لكن كل هذه التكنولوجيا لا تأتي رخيصة، فهناك مجموعة من الرسوم بالإضافة إلى تكاليف الهندسة والصيانة يتم تمريرها عادة إلى العملاء. يختلف سعر الاتصال داخل الطائرة من بين شركات الطيران، على الرغم من أن بعضها يقدم تجارب مجانية. على سبيل المثال، فإن أول 10 ميجا بايت على متن رحلات طيران الإمارات مجانية. وفي هذا الإطار تقول شركة إنمارسات للاتصالات، سيتم تجهيز أكثر من نصف طائرات العالم بخدمة واي فاي أثناء الرحلات الجوية خلال السنوات الست القادمة، ومن المتوقع أن يصبح قطاع الإيرادات $1 مليار بحلول عام 2020. وفي الوقت نفسه تحتكر شركة جوجو شبكة الواي فاي الأمريكية أثناء الطيران مع شبكة تغطي جميع أنحاء البلاد، وقد تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب سرعة التحميل والتنزيل البطيئة. لكن مع خدمة 2KU الجديدة تعد بتحديث الهوائيات وخدمة الأقمار الصناعية، مما يوفر ما يصل إلى 70 ميجا بايت في الثانية الواحدة، وهو ما يعد أسرع بكثير من الاتصال المتوسط الخاص بك رغم أنك على الأرض.